أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بل حرف عطف، وتفيد بعد الإثبات صرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف، وبعد النهي والنفي تقرير حكم الأول. بلى، وتفيد بعد الإثبات صرف الحكم أقعد في كينبوي، وبعد النهي والنفي دبيت تقرير حكم الأولي، تقرير مفعول به بيبو تفيد كفعلك هي ببدل ستوانة. بلى، وبعد النهي والنفي، وأمزة أقرج واو كواوي بلى استئنافية بي، وبعد النفي نهي والنفي تقرير دخلنا أو وبعد النهي والنفي تقرير يا تقرير حكم الأول وإثبات بلى وبلى تقرير حكم الأول وإثبات بلى وإثبات ضده يا وإثبات ضده للثاني أو نقل حكمه إليه عند بعضه. بلى بيجوي كما بتينا سر بحثي بل نظرم أكيد نبوم زور لو يا داخل لبحثي موصولات بحثي أيوم كدوا معربونا كيو مبنيبونا كي بلان بهر حال چار صورتي هي با زور كرت مختصر بوتان بلم چار صورتا كان آوان أيو صورتي كا لموصولات كموصولات اسمية وجزء موصولات عامة يا مشترك بمعنى الذي والتي وفرع كان يدث باشا اللذان واللتان واللذين واللاتي بهم يعني يندث باشا باشا سلكي بيتشواني سلكاني كي هر جملة بلان جملة كبقشتي جملة اسمية إيه باشا جاء أو جملة اسمية لبيت السلكي وسلتاي سلكا مبتدايا وزميرا أو زميرا كمبتدايا دواتر اسم دوائي لبيت خبركي مبتدا وخبرك دبن بصيله بو ايو ولا عين حالج دا او زميرك لبيت مبتدا دبيت عائدش بو ايوك او باشا جا بودلن صدري سيلا ايه اما لموصولاتا بومكتون اما كباسي موصولات كين لسيتا وروا بحثيا كين يك موصولاتا كان بجمارة چندانا الذي اما التي اما اللذاني او اللتاني تاخوانو اما يشان دو بحثي سيلا كان سي بحثي عائدة كان عائدة كان سيجور يا مرفوع يا منصوب يا مجرور اقل منصوب بن محزود بن اقل مجرور بن عائدة كان محزود بن هل يكبر شرائدي اخوي اقل مرفوع بن بو ايو حذف عائدي ايو ببي شرط شروط حذف دبي حجب بروبياني يعني حذف دبي ايه باشا كاكا دو او توضيحا لخدمت ايوي خوشويستا او بلن شوار حالتي هي ايو لسي حالتي امرو لحالتي شان لا مبنية من ناس مستر هو كاري مبني بونا كي بوشي مبنية لسي حالتا معربة لحالتي كان مبنية او حالتاني كمعربا بمجوري يك اضافة بكريو صدري سيركشي ذكر كلابث باشا صدري سيركو توان او زميريك اللي بتمنتدى مثالك صادق بيني نوانا دلي جاءني أيهم هو قائم إست أيك موصولة فاعل جاءيا هو قائم سيلكيتي لعين حال أيك إذا فكر وبرهم هوش كصدر سيلكيا ذكر كلاو أو لم صورة لا معربة لصورتك إذا فكر به صدر سيلكشي ذكر كلاو وحزبنا كلاو أو معربة أميك دو يا إضافة نكرابت بلام صدر سيلكي حذف كلابت باشا إضافة نكرابت بلام صدر سيلكشي حذف كلابت إضافة كلابت ولو لا شو صدر سيلكي حذف كلابت وكو جاءني أي قائم إست أي إضافة نكرابت شونك أو تنوينة تنوينيك ك يعني لمضافة أو تنوينة نية لواقل يعني أجر مضافة لكشي لتقدير دابة أو تنوينة هر ناقلية شونك اسم بنية إضافة شو مضافة لك لتقدير دابة للنفذ دابة لمضافك تنوين لك بيتوان أسلم صورة دا كنت دلي جاءني أيون قائم أيون إضافة نكراوة بلان صدري سيلكي كهوية حذف أولم صورة دا معربة صير
إضافان نكرابي دوبارا بلان صدري سيلكي ذكر كرابي حزب نكرابي بيشواني سورة دوم دلي جاءني أي هو قائم إستي هو قائم صيلي أيوة عائدة كشيك هو هر ذكر كرابي لبس سورة دا معربة لسورة شوارم دا مبنية باشا كي مبنية كاتك إضافة كرابت باشا إضافة كرابت وصدري سيلكشي حذف كرابت وكو آيات مشهورة كالسورة مريم داهي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد إذا أي إضافة كرابرهم لولا شو أشد خبر مبتلاك محذوفة كهو جملي هو أشد محل نية لإعراب تونك السيلية بوتي بو أيوكا صدري سيلك شي كهو حذف بو أما لم سورة جوارم داك إضافة كراو صدري سيلك شي حذف بو مبني دبل او بكرتي ايه قصي كان زول لسربلان او ندبو ايه رتوا ايه ايه شي لو حرفانا بلا باشا البل حرف عطف وتفيد الاثبات وتفيد بعد الاثبات صرف الحكم عن المعطوف عليه الى المعطوف ايه لهندي شوين دا بيدلن انتقال ام دالي بل بيدلن يا اضراب باشا دقتك دلتي دلي بل حرف عطف باشا باوجيان الزور باشا وشي لقيني وتفيد فائديتي وشي أقيني أو أقيني لدواء إثبات يعني شي لدواء إثبات يعني أقر لجملة كبو كجملة كمثبت بو منفين بو كاربل شي كاربل أو تفيد بعد الإثبات صرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف باشا ديني حكمك لمعتوف عليه كسرف دكا لايدبا لسروي حكمك هل دقري تغييري دلا برو شو برو معتوفك باشا ايه جعلتا اما توضيحات من هي بو اوا بصورتي كي قشتي ان شاء الله توضيحتان بو دم لواقد ايه زر تشاك باشا اوا الكاري بلن بل باشا أجل لدواء جملة وقراري جل باشا يعني بلام لجملة كقراري جل كجملة كنفي نبو مصبت بو جوان لما طلبك حالي بابن باشا لخزمتي اودا عرس كم مفيدي تيا مفيدي اويا لدواء إثباتوا كديني او حكمك بو معتوف عليه كالسابد بو صرفي لك لاي دبا لاي دستيني تواني ديدا بشوي كاكي برام ديدا بشي ديدا بمعتوفك مثلا توضلي بفرض مثال جاءني زيد باشا جاءني زيد ازوتك او تجاني ام دا بدوي دلسي بل عمرو باشا استي الي ركان دا ام حكمه لفيشه وصعبتي دكي بو زيد كمعتوف عليه هيك دلي جاءني زيد زيد هاد باشا ها صابت تذكر كزيد هاتو بلان إضراب دكي لوا صرف حكم دكي لما عطوف عليك كزيدا يعني أو حكمك بنسبة زيدوا كبلان إثباتي هاتنا باشا ديني أو حكم لوي صرف دكي لوي دستين يواني لي دستين يواني تشي دكي ديدي بمعتوفك جاءني زيدون بالأمر يعني فورا باشي ما دبيواني دالي كورا نا 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 أو نبو أي أو نبو أي ولا زيد بو زيد نبو هاد أي بلكو عمر بو هاد تاودك هكيت بلا فاصلة تو أو كاردك باشا إيه بلا بيجا ومنتقل بين ببحثي دواي نكتيك زريف كبيرت عملهم أويا بل دو جور بكارد جيرة للغة عرب دا خوش هيسان جوان لما طلبك حالي ببن دو جور بكارد جيرة جوري جان بدواي دا مفرد يوكو مثالي هنا موانيه كدلين جاءني زيد بل عمرو او اللي يدا بيتفاق حرف عاطفه بلان جوري تشيكي اويا كبدواي بلدات جمله ديد الا والصوره ترى حرف عاطفه لو تجنت مردي خوابن جوان لشتك حالي ببن علماء افرمون اجر لدوا بلا والجمله هاد باش كاكا جمله كا اضراب لما قبلك يا اخوي يعني جمله كا بنوعك
نوع إضراب صرفي تداب بالنسبة ما قبلك يا خويا. إيش مثال تنبودين معنا باشا؟ جاء أو إضراب لم بالنسبة ما قبلك يا أو روجردانية بقول لما قبلك يا بجهة إبطال يا بجهة انتقالة باشا؟ بجهة إبطال مثلا بالنسبة في غنبروا دان قد شيتا جنوك لسان لوشاندو خواهي قربوا من دجارتواني أم يقولون به الجنة أردلن بمبياو كبيغمبر عليه الصلاة والسلام جنة بيو يعني جنوك لسان لوشاندو شيتا جا أم جا إضراب ذاك علىوا نا لما قبلك إضراب ذاك يعني أو اشتكى لأوان بقولي نام باركي خوايان لسددي سبان ديني داهن بسر في غمر عليه الصلاة والسلام أو إضراب دكا لو يعني إضراب دكا بنوعك إبطالي دكا توم كرضي باشا إضرابي إبطالي بقول يعني أو إضرابه بصورة إبطال يعني ما أوي كلبيش بلو هاتشي قترا هيتشو بوجا بتالا ما تبلا غبخ بني أعلو أنا لزد دكي جت مثلا تو على بيب زانة عند تفسير القرآن خوش عبر أستيف كاك بو خوي من دواء جيو قرتن لزور كس لو تار بيجو لداعي و بياوي زور هريق قورة و خلاصي كلام أنواع أقسام خلق بيق نتيجة قيشتم باورم هي بو كدبي ما مستا سردمي أنا بيت يعني زانستي او سردمي كتيدا دجي شمي كي لبزانه توزي كي تيبقى سري كي لدربينه بلان لهمي بلام نوزر وتروي او علماني كلمن هجي فقيدي قديمة دان دلاون بيان زانه سيون بخوا قد قد ملا دوانا كون ملاي كردي ايما كدوا كوتن بو دوا كوتن كاك نفقه زان من ماهو دقت كن نكسك من تيام ما بلاغي باش بزانه نكسك من تيام ما و لتفسير سرچاق در بينه تو كاك و كابرا بيشتي اخوي سوار سريعات و حد زبي اوكي كي مفسرين اوكي شارح بلا تماشا كي لقديم دا چند ارزش بوام علمانه داد من دار تو چوك لسطح كرداري اما دا دو كز نابيني دلت في خوش بلاي اما اصولي بن سر لأصول در بينه جا بدلي من بوغيشتم او علمانا كهن او كبيريسا بو ملايك بيان خويني بپختي ونختي اگاداري بيليان بو خوابر جوابي اهل الحاد داتوا جوابي سكولار و علمانية داتوا جوابي اوانا كبراستي بباري فكرة كومونيسم اتر كزوري شن لواقع دا اوانا يعني فكرة كزورينا بأفراد كمن جوابي همو أماني فيها بو چونك أو كسا كام إلماني زاني لقرآن سر درديني كتو لقرآن سر درديني قرآن همو أم درداني تيدان بلام چار سري همو أم درداني تيدايا أو دردانا كهان إيما بيانا ودتلينواني كاكا همو چار سري كي يو ششاني كيما لقاليان تيكالين بروجانا أو لقرآن دايا لواقع دا بويا مثلا اللي ركانا حكمي صابت أم يقولون به جنة مثلا أو بارحل أنت اوان بلای خوانو پیام و پیام بشیته. اجا خوای گوره موری بطالی لده ده. بل جاءهم بالحق. نه. او درو ده کن باطل او قصیوان هیچو پوچا. نه او پیام برا برو اوان چوا بحق و چوا. حقی بیا حق. اوی دیل راس درسته. او اللی رده بل جاءهم بالحق ام بلبو اضرابه. اضرابه که بجیتی ابطاله. ابطالی ما قبل که خوی. كأم يقولون به جنية بلان ليرة ده عاتفانية أم بس أوي كبزان النوى إيه يا جاري ويا محز انتقالة بلان حالتي إبطالي تدانية مثلا لآياتي كده أخوي بيرو دقاد فرمي ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون باشا باشان طلب بل قلوبهم في غمرة من هذا أو ليرة ده بلك محز انتقال يعني لو بابته منتقلة به بابته كده حالتي إضراب نية بالنسبة ما قبلك يا خوي يعني إبطالي ما قبلك يا خوي هناك إضراب هي محض انتقال اللواء لا دا ببابتك إيه جاء جناب ابن هشام دفر مية أجر بو إبطال بو يا بو محض انتقال بو بل حرف ابتدايا نك عاطفة واتا بوجيشتين كبل
عطفي مفرد بوسر مفرد دكاتوا أما جملة بوسر جملة عطف دكاتوا أو جون جملة مثلا بكا حالي من بس مميني من أوش تلقيه بجين إيه ذات شاك إيه جا أم جا أما أجي مفردي بدو أداحات ألين كاكا وتفيد بعد الإسباتي دلان أجي مفردي بدو أداحات دو صورة مثلا بكا مثلا كدو جوردا خويدة بينتاني يا بلك لكلامك مثبتة يعني لبيش بلوا كلامك كمنعقد بو بسراوة مثبتة يا منفي أجر مثبت بو تفيد بعد الإثبات صرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف لدواء إثباته يعني لكلامك كمثبت بو بل قراري قرت حكمك صرف دكا لايددا لايدبا بالنسبة معطوف عليك كحكمك بيشتن إثبات دكري وصابت دبي أو حكمة لمعطوف عليه كدستين توانيا ديدا بلوجه إلى المعطوف ديدا بمعطوفك وكو مثالك من درم جاءني زيد أو إثباتي مجيء مكربو زيد كزيد هاد بلا فاصلة درم بل عمر نا أوي كهاد زينب وعمر بو أو حكمك إثبات ببو بو آغاي زيد لكاكي زيد مستاند ودام بمعطوفك كتيا كبلا كبلهم كعمرة كببل عطف كده وتوانى باشا إيه أو مطلبك واضح أم جاء بلام وبعد النهي والنفي أما أجر بل كمان لدوان نهي ونفي وبوتي والله تقرير حكم الأولي وإثبات ضده للثاني مفيد يعني تفيد أبو جوري تفيد تقرير الحكم الأولي باشا كاكا أتي دقيني أو دقيني كحكم أولك تقرير دكا باشا كاكا تثبيتي دكا باشا تثبيتي دكا خلاصي كلام إتر أمجا إثباتي ضدي حكم أولك دكا بوتي بودومك باشا لخزمة هنا عرسكم كدلين بلا بل اللي رده لكلمة إضراب أم استفادين كله بلا زاناني كلا كلمة إضراب استفادة دكان باشا جا اللي رده يك مطلب كبيش أو لسر أم عبارة قصب كين أمشتا بيويسة كأرزي أوك إضراب أويا أو صرف حكمك أويا كبعصيك باشا حكم أولك شو موجب شو غير موجب باشا غير داو جرب عبارتنا بتوزيح جاء مثلا بتوزيح حياة أقل لدواء نهي أبو يا لدواء نفي أبو باشا لخز ما تانا عارس كم بابتك جوريج كي إيه بابتك أويا حكمة أولك تقرير دكات يعني أو تثبيتي دكات باشا يعني صاغي دكاته حكم أولك وزدي حكم أولك بودومك كمعتوفة إثبات دكا باشا إيه أرسلان كم مثلا من دلن لا تضرب زيدا بل عمرا أول دوانه هي وحاجة لا تضرب زيدا بل عمرا إيه أما دوانه هي وحاجة بو معطوف عليك كزيدا من ظلم لا تضرب زيدا لزيد مدى أم بلا كدوائي ظلم بل عمرا أم بلا تشكارك دكا تشي أغياني ولا أود أغياني حكمك كلندانا تقرير ببيبو أولك يعني تي كما ظلم لزيد ندي لزيد هر مدى باشا إثلتك لزيد هر مدى أما بل عمرا عكسي أها وإثبات ضده للثاني وإثبات ضده للثاني وبل أودك يعني كإثبات ضد أولك بود ومك بمعتوفك أولك معتوف عليك ثانيك معتوفك بمعتوف عليك لين دام بو من دام قل لين دي لزيدي دي عكسي أو ضدي لين دان دبيت ليدان بل عمرا يعني لعمري بدا شاهد يك كلمة معنى جملة كأو تجددا. استكما ملام لا تضرب زيدا وعمرا بواعث بهنم يعني لزيد مدى لعمري مدى.
بلان كم دلم لا تضرب زيدا لزيد مدى أو بالزي خوي بيا أي عمر كي بل عمرا بلان لي بيبدأ شوكا حكمي أولك كلي ندانا زدي لي ندان لي دانا لي دانا كإثبات كي للثاني بوجومك كتيا كما توفكي كعمرا يعني لزيد مدى بلان لعمريد أو لدوانا هي أو لدوانا فيه إيه أجا لكتابة كان دا أم ليلة دا لواجو مصطلح صرف الحكم إسفادة دا تفيد صرف الحكم صرف حكم لهن لكتابي كدا بقشتي إضراب هندرا وبل الإضراب مثلا إضراب صرف حكم تيا على إنكاكا حكم أولا كان مصفد بيها من في بيه باشا إيتر خلاصي كلام وكو مسكتو عنه دبيت باشا إيه مثلا كم دلم ما جاءني زيد بل عمرون باشا أود جينك بل أود جينت كحكم لسر زيدي بنهاتن وكو أهرب حصيرنا كرابت باشا إيه جامز احتمال هي أو حكم دروز ب احتمال إيش دروز نبي لواقع ده ما كان من بخارج جملة كني لا خارج جملة كأذكره كم دلم مثلا ما جاءني زيد أصلا هالوابي نابي وأصلا وابي وهاتبت وأنا بي وهاتبي مثلا إيه أو أما أو عرضي برادري خوما كم بالنسبة أمانة وكالدوانه ونفيه وبيت لخزمتان عرض كم ما بعد ألك لدوانه في ونفيه وكوي سباس ما كلا جهور مصبتا هاركم مثالا كموتم ما جاءني زيدون بل عمرون أما بو نفيه أو كي كم بو نهي هنا يعني إسا ما جاءني زيدون بل عمرون يعني وكوي وقل بيت البل جاءني عمرون لأنهاتن بو زيدي ثابتا دجي نهاتنك زدي نهاتنك كهاتنا باشا أم كرتي كنهاتن بو زيدي ثابتة زدي أو نهاتنا هاتنا بو عمري تلي ذاك لي ثابت دبي أما قصي جمهور علماء باشا إيه أو تائرة زور تشاك إيه قصي جمهور علماء أويا أقل كلامي مثبت أبو حكمك لا معطوف عليه استنته ديدا بمعطوفك اجل كلامك ابو منفي يعني لدوا نهي ونفي وهاتبو حكمي اولك بحالي خوي دهيلتوا بيتشواني حكمي اولك ددا بمعطوفك او كبدوا بلدادت إيه امل لا الجمهور بلان او نقل حكمه اليه عند بعض اما قصيتك هي حكمه برنوبو شوين ببرنوبو أول هي إليه برنوبو ثاني إيه للاي هندق لازانان بلاي جمهورة وأقر بلك لدوانه ونفيه وبو حكم أولك بحالي خوي ديلتوا بلان بيتشواني حكم أولك لدابا دوامك كبدوا بلوي وكمعتفكي بلان للاي هندق شتك بيتشواني يا نقل حكمي أول كدك برو دوما كد لايتي للاي هندق لزانا باشا أو زاناني كان زاهريني كان مبردة برحمتي خوالي باشا مبردة لي لواقع نفس الأمر دا كاتيك تودلي مثلا ما جاءني زيدون باشا بل عمرون شاولي او دلا بيتشوانيا نقلي حكمي اولا كدكا كان هاتني زيديا بودو مكاك عمرا ما جاءني زيد بل عمرون يعني عمر نهاتو زيد هات بيتشواني قصي جمهور او زوزو بصادو بكردي بويلي حالي ببن بلاي جمهورا كتو دلي ما جاءني زيد بل عمرون زيد نهاتوا بلان عمرهاتوا بلان بلاي مبردة وكأو بعض العلماء كام هنا يبتي لمثالكك ما جاءني زيد بل عمر دا زيد هاتوا عمر نهاتوا يا زيد مسكوت عنه ببون ونبون بلان حكم كان نهاتنا كبو شيف وعمره أو زوتك اترى ومن صادو ساكر بابتا كان بويوا شرح بزدا إن شاء الله ودارم كلام بابتا حاليبو بنو چونك اشتكي جرانا لواقع دا ازوات شاكل باشان بروين السر حاشا
ترد للاستثناء حرفا جارا أميك أو فعلا جامدا باشا وفاعلها مستتر عائد إلى مصدر مصاغ مما قبلها أو اسم فاعل أو بعض مفهوم ضمنا منه وللتنزيه نحو حاشا لله وهل هي اسم باشا بمعنى براءة أو فعل بمعنى برئت أو اسم فعل بمعنى أبرئ خلاف أكاك حاشا يكيك لو أداتانا كيفش هل العوامل الدرجانية وكفقية دردس في لك وخندن حاشا يتلا لعامل جاند الله حاشا للتنزيه إيه بران ليلة دا اشتكى بلاو تردكات دا حاشا بو استثنادت باشا ظاهري أمر جنابي سيبويه برحمة بنسبة حاشا فعل بوني قبول نبوة فقد أويك لحاشا دا قبولي بو وكو ورقتن بلاي أو ورقتو مقبول بلايو بلاي برزيانا وحاشاتيا حرف جر أو قصي سيبويه برحمة بي باشا أميك أصد والله جاء للقوم حاشا زيدين يعني استثناء توضيحاتي هي زورمان لسد يعني أو حكمك أبو بيش حاشاك الثابتة أو حكمك اللي بيش حاشاك دا الثابتة بالنسبة أو اسمك حاشا إلى سراء صاب النية يعني أو مخرج له أو درك له لا 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 مستثنى منه كا أو زوجتي شيء واضح كده جاء قال أبو استثناء بحرف جر ومستثنى كتير ده كم مجرور ده كا إيه أو فعلا جامدا يا فعلك جامدة باشا بمعنى استثنية يا استثنايا مضاركي أو وقتا أمدل جامدة بلا هندي للا مضاري شيهاتو مضاركي حاشا وحاشي باشا أو هاتو أو ابن السيدي أندلسي برحمد بدلي حاشيتو بمعنى استثنيتو وحاشي بمعنى استثنية وظل هج إشكال لفعليتي حاشا دانية فعلي جامد دبت او وقتا متعدي دبت لازم نابل التقنية ايه جا اگر حاشا وهر بجورا عداش خلاش وكو بيشتر باسبان كدو اگر امانة فعل بون فائلة كانت هان دا مستطيلة باستتاري وجوبي باشا باستتاري وجوبي ايه زود شاكرا وكو جا مثالش ما بودنتو جا انجا او فاعلة كمستطيلة اجي تبو تشو ولا جاء القوم مثلا حاشا زيدين است ام حاشا فعلك تدا مستترك هويا اتوبيوم ليس توبوجه دلكاكا اتيتو بو مسترك كور جرا ولما قبلي حاشا ميك او اسم فاعل يا اتيتو بو اسم فاعلك ك خلاص الكلام لما قبلك ظاهر وربجيدت او بعض مفهوم ضمنا منه هي من هو اتيتو ما قبل يا أشتهو بو بعضك كورد جيريز بصورة زمني يعني لزمني ما قبلك ده ذكري بعضك بقول شعراء وبيبشتهو بو أو بعضيا هي من أشتهو بو ما قبلك إيه لأن ده بحثك معنى أيش أويا قصي أول كا ألين دشتهو بو مصدرك لما قبلك ورد جيري أو قصي كوفية كان أو أنواع دلهم اوش يعني كذلك اتيتو بو اسم فاعله كلما قبلك ورد جيره قصي هندق لزاناني نحويه بلان ام دو قصا قصي كوفيه كانو قصي برق لزانان اشكالي بيوارد دبي بودا دلين هميشيني ام حالته باشا مثلا تو بو نمونا دلي جاء القوم مثلا بو نمونا حاشا زيدين تتواني بلي حاشا بريواني مثلا بله فرزن بو زميلك لپیشکی ود جیره بلان لهمیشهیده امشت دروز نابید ایه لهندش ونده دروز نابید مثلا تو دلیه القوم اخوتو که حشا زیده اها دلیه اچهتو هانه الى مصدر مساقی مما قبل اچهتو بو مصدرک که لپیش خوی خلاصه کلام ورده جیره مثلا وقبلین او بیه
حاشا هو بومجيء جاء القوم حاشا زيدين حاشا هو كيف تتو بومسترك كلا زا أو دجيلة كما جيء بمثلا أو يا لإسم فاعلك ودجيلة كلا ما قبل كي مثلا لجائن بمثلا باشا إذو تشاكا جاء ألن هميشي نيامة مثلا بونمونا القوم إخوتك حاشا زيدين مثلا باش أما عفو أما ببخشن أو أما حاشا زيدين دبي خوين عفو أو أجر لحرف جرهاتين دري فعل جامد بفعلك مستتر أم مستثنى كم منصوب لك هذه كاتمة في اللبيب أخوي مثلا من دلن جاء القوم حاشا زيدين باشا إهدو تساكا عزيزنا زنا بدكم مثلا وكوالة تقدير لي جاء القوم مثلا ليس زيد الجائية منهم اشتاق أبو جوريا مثلا بفرض مثال مثلا أريه اشتاق أبو جوريا ليس زيدا الجائي مثلا اشتاق أبو جوريا لتقدير يعني أما تقديري معناه تقديري عربية باشا مثلا من ظلم القوم إخوتك حاشا زيدا أولي ركان دا خو فعلك اللي في شونية حاشا وهو اللي ستوبوشو ويا زود ساكا وباشا لخزمتنا عرسكم بالنسبة أو كيكا وكذلن بو اسم فاعل التي تواني حل مثالج دا اسم فاعل شلي دروزنا بيه مثلا أو قصي سيوم كذلن أم زميري حاشا التي تواني بو بعضي كورد جيري لا ما قبل كي أو ما سبي بسركان باشا ابن مالك شهروا دالي أو زورتك أو اما لباري معنا دا اوان جوان ترى لواقع دا زورتك لسر حاشا او اداتانا لحندك كتابي كدا هندك خصما قصة كدو زورترين قصة كدا سر حاشا كدو مالا مغني دايا لحرف حداية تبعاً كلمة دا أوي بيميز بي بس ما كدوه إيه زرتك مطلبك دم هي بوتان تكملكم إن شاء الله الرحمن أجر مجال ببباله مثلا بونمونا كتودلي بفرض مثال جاء القوم مثلا حاشا زيدا بفرض مثال يعني كه قد بيتت اگه بو بعثتان اوايا دلي مثلا جاء القوم مثلا ليس بعضهم زيدا مثلا شي شي ابو جلاله ما قلت له تقدير اوايا بس دلاله هذا اي زك يعني بتتو بو بعضك جوان تر تاوكو مثلا يا مثلا بو استفعال بتتوان اوايا دتوان جاء القوم ليس الجائي زيدا مثلا بفرض مثال أو مثلا إيه أو بشيء تواني بو بعضك لهرها ميدرسترو منطقي تلا الواقع ده إذا تشك أوش أو بلان شون كبعضك شتيكي دقيق ترو ورتلا دو أو باسي مستثناكي بحرف جر ده بفعل ده إذا تشك أنت لسه فعلك شيء قصة زورة بيحط وريد تنزيهي بو تنزيه جديد تنزيه چيه؟ تنزيه اويا اويكا لسوء خرابا لپش حاشا دا ذكر كلاوا اتو لما بعد حاشا دوري بخيتوا يعني دوا حاشا نزيه بريء خاوين راي بقري لو سوء خرابي كبنسبة پش حاشا وبكاد جيده مثلا كتوك تتسا القوم حاشا زيدين تو لفيش غباسي خرابه يكدك الدواء واتا زيد لناو او كومال خرابه دا نزيها كسيكي خاوينا بيتشاشي بيقرفته اوجا امجا وكو اوشكا كيوزوي لخزمتان عارسكم مثلا اما استثنانية لواقع دا بلكو وكو أرزم كنتن تنزيها كأو اسمي بدوا حاشا دادي
ناپسند اگر تێکەڵ بەو بابەتە بکرێت کە لە پێش حاشادا ذکر کراوە. بۆیە بە حاشا دێنن ئەو ئیسمە چ لێ دەکەن خلاصی کلام نەزیهی ئەکەن مەسەلەن. جا ئەمجا لە واقعدا هەندێ جار حاشا لله دەڵن، مەسەلەن حاشا لله حاشا لزەیدین ئاوا دەڵن مەسەلەن. دێنن لە پێشەوە ئیسمی پەروەردگار نەزیه ئەکەن لە هەر خراپەیەک و عیبێک بەباری تەعەججوبدا مەسەلەن، ئەوە و پاشان ئینکار دەکەن بە نیسبەتی کەسێکەوە کە خراپەیان وەپاڵ داوە، بەڵام ئەمان بە خراپەکاری نازانن، لە کەلیمەی حاشا ئیستفادە دەکەن لە واقعدا. جا ئەم حاشایەکە بۆ تەنزیهە حەرفە بەبێ یەک و دوو لە ناو عولەمادا هیچ کێشەیەک و گرفتێک و اختلافێکی لەسەر نییە. و ئەمجا ئەم حاشایە وهل هي اسم بمعنى براءة أم حاشايا؟ أري اسم بمعنى براءة لهند يسر تاودا على حاشاك بو تنزيه بو خلاصي كلام لواقع ناس الأمر دا وكودلين اختلاف تلانية برك بلاي بركواني كذلنا حرفة بلان اختلافي كيا أي اسم بمعنى براءة بي يا فعل بمعنى بريء توبيت يا اسم الفعل بمعنى أبرئ بيت اختلافك كهل يكي العلماء الرايد الشيشن بلا يشك أعلم بابتانا دا تلوي بيز بي لسال أم بابتان لخزمتانا تاوت يوم كير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.